أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في الفيديوهات السابقة تطرقنا إلى الكارديو فاسكولار سيستم، تعرفنا على الهارت، وأيضا تعرفنا على layers of heart wall، طبقات جدار القلب. بعدها انتقلنا إلى blood vessels اللي هي الأوعية الدموية، وتعرفنا أيضا على layers of blood vessel، طبقات جدران الأوعية الدموية. ذكرنا أنه blood vessels consist of three layers، أو جدار الوعاء الدموي المكون من three layers، من ثلاث طبقات. هذه الثلاث طبقات عددناهن from lumen to outside، من اللومن اللي هو التجويف أو الفراغ اللي من المنتصف. ذكرت لك سابقا أنه blood vessel هو عبارة عن tube، فمن المنتصف يكون مجوف، أطلق عليه هذا الفراغ، أطلق عليه اللومن التجويف أو الفراغ، والوول اللي هو مكون من layers. فعددنا الطبقات أو ذكرنا الطبقات from lumen من الداخل إلى الخارج اللي هي three layers، تمثلت بالطبقة الداخلية اللي طلقت عليها التونيكا انتيما، والطبقة الوسطى تونيكا ميديا، بالإضافة إلى الطبقة الخارجية اللي هي تونيكا ادفنتيشيا three layers. وبالحقيقة تونيكا انتيما أيضا ذكرناها في وقتها في الفيديوهات السابقة، مكونة من three layers. بعد ما تعرفنا على هذه اللايرز، ذكرنا الارتريز، تعرفنا على الارتريز وتعرفنا على التايبز اوف ارتريز، وقلنا الارتريز ديفايز انتو 3 تايبز، مقسمه الى 3 انواع بالحقيقه. هذه الانواع قسمناها على اساس on the basis of their size and characteristic of tonic media. قسمنا الارتريز الى 3 انواع على اساس الطبقات المكونه الى، تحديدا التونيك ميديا الطبقه الوسطى، ميزات او خصائص الطبقه الوسطى، وبالاضافه الى السايز الحجم الوعاء الدموي. ذكرنا انه 3 تايبز اللي هو نمبر 1 اللارج اور الاستيك ارتريز اللي هي الاوعيه الدمويه او الشرايين الكبيره او المرنه، والميديوم اور ماسكولار ارتريز اللي هي الوسطيه او اللي تكون ماسكولار، هذا بالنسبه لتركيب الجدار مالتها نقصد به تحديدا. خصصنا بالذكر التونيكا ميديا اكثر شيء، الطبقة الوسطى، مكونات الطبقة الوسطى، والنوع الثالث اللي هو small artery and arterioles اللي هي very small arteries اللي هي عبارة عن شرايين جدا صغيرة. بعدها تحولنا على الكابلاريز، وذكرنا انه الكابلاريز هي smallest blood vessel، هي اصغر الاوعية الدموية، عن طريق يتم الـ exchange of gases and nutrients، عن طريق يتم تبادل الغازات المواد المغذية. ايضا هي بنفس الوقت تعتبر narrow thin walled network، شبكة جدرانها تكون ضيقة وجدا رقيقة. هذه الرقة مالتها هي تسمح لي بتبادل المواد عبر جدارها، تبادل المواد between blood الموجود ضمن الكابلاري والتشوز. بالنسبة للكابلاريز أيضا ذكرت لك في وقتها أنه الكابلاريز both ends of capillaries are open، كلا طرفي الكابلاريز تكون مفتوحة، أحد طرفي الكابلاريز connect with arterioles، arterioles اللي هي very small artery، very small artery هي عبارة عن شريان يكون جدا صغير، تمام. إذا أحد أطراف الكابلاريز connect with arteriole اللي هو very small artery، والأذر end والطرف الآخر من الكابلاري connect with venule، venule هو very small vein، عبارة عن شريان، عبارة عن وريد يكون جدا صغير، صغير بالسايز مالته، مثل ما وضحت لك الرسم التوضيحي او السلايد التوضيحي بهذا اللي هنا عندك. تلاحظ هنا نتورك اوف كابلاريز، شبكه من الاوعيه الدمويه، تلاحظ
احد اطرافها متصل بمن؟ متصل بالارتريول هذا اللي هو very small artery. الطرف الاخر ايضا open لكن متصل ويا من؟ متصل ويا الفينيول. الفينيول very small vein ايضا، فكلا الطرفين متصلات من جهة بالارتريول، الجهة الاخرى بمن؟ بالفينيول. مثل ما تلاحظ الفينيول راح يودي للفين، لكن هذا الارتريول جاي منين؟ من الارتري، احد تفرعات السمول ارتري بالحقيقة. بعد ما تعرفنا على الكابيلاريز راح ننتقل الى الفينز اللي هي الأوردة. بالنسبة للفينز بالحقيقة ايضا بها تايبز، الفينز ايضا بها تايبز انواع، لكن قبل ما ندخل للتايبز بالحقيقة we can distinguish between veins and arteries. بإمكاننا انه نميز بين الفينز والارتريز in general بشكل عام on the basis of على اساس يعني number one the wall of veins is thinner than the wall of artery. طبعا جدار الشريان جدار الوريد يكون أرق من جدار الشريان، بالإضافة للجدار اللي يكون رقيق بالفينز. أيضا ألاحظ اللومن اللي هو التجويف أو الفراغ بالمنتصف. اللومن of veins is larger than the lumen of artery. اللومن التجويف بالنسبة للفين اللي هي الأوردة يكون شبيه أوسع أو أكبر من اللومن of arteries. هذا بالتأكيد. هذا ليش صار أوسع؟ لأنه هنا الوال صار عندي thin. الوال of vein يكون thin رقيق، لكن هناك الوال كان شبيه كان thick، فأكيد اللومن راح يصير أقل أصغر. تمام؟ فهذاني مذكورات هنا عندك. إذا أنتقل إلى الفينز، أنتقل للوريد، أشوفه أيضا مقسم into four types إلى أربع أنواع on the basis of size. هنا أنا على أساس الحجم، أول شيء عندي الفينيولز. الفينيولز قلنا very small veins، هي عبارة عن أوردة جدا صغيرة. بالحقيقة الفينيولز هنا مقسمة إلى two region، أيضا مقسمة إلى منطقتين اللي هما البوست كابيلاري. البوست كابيلاري اللي هي region ما بعد الكابيلاري مباشرة. ذكرت لك أنا قلت لك one end of capillaries، أحد أطراف الكابيلاريز connect with venule، متصلة بالفينيول. الفينيول هنا بمنطقتين post capillary venule، هاي منطقة direct مباشرة متصلة بالكابيلاري. بعدها أيضا منطقة تجي أسميها muscular venule اللي هي وريد يكون تركيبة عضلي. طبعا هذني اثنيناتهم يعتبرون venule، يعتبرون venules وريدات، لكن بهم اختلاف بالستركتشر مالتهم باللايرز. بالحقيقة اثنيناتهم هما فينيول، لكن اكو اختلاف بالستركتشر اوف وول، بالجدار مالتهم بتركيب الجدار. دول اثنيناتهم receive blood from capillaries. هما دول يستقبلون او collect blood، يجمعون الدم منين؟ من الكابيلاريز. اذا مثل ما تلاحظ هن شبيهن directly connect with capillaries. هذين الاثنين هن منطقتين directly connect، متصلات بشكل مباشر ويا من؟ ويا الكابيلاريز. تلاحظ الدايمتر مالتهم يكون small، يعني as small as، اصغر من 0.1 مليمتر. لاحظ الدايمتر مالتهم شي يكون جدا صغير. بعدها راح اشوف السمول فينز، تلاحظ وياي تدريجيا يصير شنو؟ يصير انكريز بالدايمتر، زيادة بمن؟ بالقطر. السمول فين لاحظ الدايمتر مالته ليس دان 1 مليمتر ان دايمتر. هذا شبيه هذا سمول كونتينوس، هذا اكيد مرتبط بمن؟ هذا السمول فينز اتصاله يكون بالمسكولار فينيول، كونتينوس وذ مسكولار فينيولز. بعدها راح ألاحظ الميديوم فينز اللي هي تشوفه صار حجمه وسط بعد، هاف دايمتر مات دايمتر as much as تقريبا أكبر من 10 مليمتر بالحقيقة. وعندك اللارج فينز، تلاحظ أخير شيء وين وصلت لللارج فينز اللي هي الأوردة الكبيرة. هاي الأوردة الكبيرة تلاحظها الدايمتر مالتها greater than 10 مليمتر، هنا الدايمتر مالتها يكون جدا كبير. تمام. example such as، مثل ايش example على اللارج فينز؟ such as superior and inferior vena cava، الوريد الأجوف العلوي والسفلي. هاي فينز بالحقيقة veins convey blood، بالنسبة للسوبيريور فينا كافا الوريد الأجوف العلوي convey blood from upper limbs to the heart.
توصل الدم أو تنقل الدم من الأطراف العليا from upper limbs to the heart، ترجع الدم اللي هو طبعا يكون deoxygenated ترجع للهارت، في حين ال inferior vena cava اللي هو الوريد الأجوف السفلي هذا convey blood from lower limbs to the heart، أيضا ترجع البلد من الأطراف السفلى للهارت، أيضا يكون deoxygenated blood وبي أيضا يحتوي waste product نواتج أيضية. تمام.